مع حلقة جديدة من هذا سينوز وورد وهي ماجازين. وصلنا لآخر شهر بالسنة، وبهيدي الفترة أكيد بتزيد المناسبات، من هيك اخترتلكن لحتى تكونوا بأحلى طلة لرأس السنة وكمان بالسهرات المميزة عدة موديلات. بس أكيد سنة 2020 كانت غريبة من نوعها، وأكيد كلياتنا نسينا شيء اسمه فساتين للسهرات. هلا فينا اكيد ننقي الموديل الفستاني اللي بدنا اياه، بس لكن تقريبا الموديلات اللي نقيت لكم اياهم فينا نلبسهم بالاوقات العاديه، مش بالفانسي سهرات. بس اكيد ما في احلى من الواحد يستقبل سنه جديده، وان شاء الله تكون سنه مختلفه عن سنه 2020 بطله جديده ومميزه، واهم شيء نكون مرتاحين لاقصى درجه. بس انا اكيد بقولكم اهم شيء الواحد كمان غير الواحد يختار اللوك والفستان، يعني اي اوتفيت طلع بينا نلبسها كمان نختار الشوز المميز. صرنا فتره عم نلبس الاغلي شوز، بس لكن بهيدي السهره وبهيدي الليله ما علينا الا نلبس السكربيني كعب العالي، اما البوت الكعب العالي، حتى نكون باحلى طله. واكيد نلبس الدانسينج شوز لانه بدنا نرقص ونودع هالسنه بلوكات مختلفه. بس ما ننسى اكيد الماسك، واكيد جروبات كثير صغيره. وبنبتدي مع الميتاليك. فينا نعتمد هيدا اللوك من الميتاليك مع سكربيني كعب عالي، كعب رفيع، يا اما حتى مع بوت عالي، يا اما حتى انكل بوت. وكمان فينا نعتمد اللوك الزحف من السنيكرز، يا اما حتى كمان الرينجرز البوت. الجلد هيدا الموسم هو عنده رجوع كتير كبير، خاصة الجلد الأسود. هيدا اللوك فينا نعتمده أكيد كتوت اللوك، يا أما كمان فينا نعتمد موديلات فساتين مختلفة، يا أما مثلا مثل توب مع بانتالون جلد، يا أما شورت جلد. وأكيد بنكفي اللوك مع السكربيني، البوت، السنيكرز، شو ما طالع على بالنا. بس أكيد لازم نضلنا مركزين على اللوك يلي كتير روكن روبل. المغمل فينا نقول بيعطي لوك مشبع بالأناقة التامة. المطبع صاروا فترة عم نشوفه من موسم لموسم عم بيتغير، بس لكن عم بيكون من القطعة الأساسية فيها، لازم صارت تكون موجودة عنا بالغزانة. وأكيد هذا اللوك فينا نعتمده ككلاسيكي وكمان كلوك كرانجي كمان. وبالآخر الميتاليك فوشيا، هون هيدا اللون هو هيدا اللون الموضة لهالموسم، وهيدا اللوك مشبع بالأنوثة لأقصى درجة. وهيك أخذتوا أفكار شو لازم وشو جعبالكم تعتمدوا لسهرة رأس السنة المميزة. أكيد وأهم شيء تكونوا مرتاحين باللوك تبعكم، وأكيد تعملوا ميك اب مميز يعمل لوك لول حلو، لانه يمكن كثير كمان تعملوا وتبدعوا السنه بالزوم بارتي، يا اما زوم كول مع اصحابكم بكل انحاء العالم. واهم شيء تكونوا باحلى طله لتستقبلوا السنه الجديده بايجابيه وفرح. اكيد باي باي.